السلام عليكم. اليوم محاضرتنا عن المودولر أرثمتك. المودولر أرثمتك راح نحتاجها بتطبيق خوارزميات اللي تشتغل على مبدأ البوبليك كي كريبتوغرافي. المودولر أرثمتك بها طبعا عدد من المصطلحات والمفاهيم اللي راح نشرحها بهذه المحاضرة. أول مفهوم اللي هو the division algorithm. division algorithm وين أنا أحتاجها؟ إيش راح أستخدمها؟ مثلا أنا عندي فد عدد معين اللي هو الأي. الأي أي عدد. حتى مثل بالرياضيات أنا راح أقدر أكتبه بهذه الصيغة الآتية اللي هو A تساوي لي Q في الـ N زائدا الـ R. الأي هو العدد ماتي اللي أنا أريد أمثله. الـ N هو المود ماتي أو الرقم اللي راح أقسم الأي عليه. الـ Q هو ناتج قسمة الأي على الـ N. والآر هو باقي قسمة الأي على الأن. فإذا الآر الحدود مالتها ما بين الصفر والأن، والكيو قلنا هي ناتج قسمة الأي على الأن، وهاي العلامة معناتها ناخذ العدد الصحيح. يعني إذا طلع لي عدد عشري أخذ فقط العدد الصحيح مالته، مثلا 3.6 أخذ فقط 3 وهكذا. نأخذ مثال على هذه الصيغة. إذا قلنا العدد الآن أريد مثله هو عبارة عن 7 والآن ماتي هو 3، فسبعة ممكن أنا أكتبها بهاي الصيغة. 7 تساوي لي 3 في 2 في 3 زائد 1. قلنا 2 في 3 هي 6 زائد 1 هي 7. فإذا ناتج قسمة 7 على 3 هي 2 اللي تمثل لي الكيو ماتي، كيو تساوي 2، وباقي قسمة 7 على 3 هو 1 اللي تمثل لي الار ماتي، ار تساوي 1 وهكذا. إذا كان الماتي الاي تساوي 10 والان تساوي 2، فإذا 10 حكتبها بهاي الصيغة تساوي لي 5 في 2 زائد 0، لأنه 10 تقبل القسمة على 2 فماكو باقي، الباقي صفر. فالكيو ماتي 5 والآر ماتي 0. أيضا بالنسبة للأعداد السالبة، أي تساوي ناقص 11 مود الان، واللي راح يساوي لي الان تساوي 7. فإذا الناقص 11 تساوي لي حسب هذه الصيغة الفوق ناقص 2 في 7 الان ماتي زائد 3 الآر ماتي، لأنه ناتج قسمة الناقص 11 على 7 هي ناقص 2، وباقي قسمة الناقص 11 على 7 هي 3. فالكيو ماتي ناقص 2 والآر ماتي 3. المفهوم الثاني اللي هو المودلس أو المود. من نقول أي مود الان، يعني المود يعني الريميندر، يعني باقي قسمة الأي على الان. طيب فالان اني راح اسميه المودولس. اذا رجعنا على هذه المعادلة اي تساوي لنا كيو في الان زائد ار، راح اكتبها بهذه الصيغة الاتية. اي تساوي لي ناتج قسمة الاي على الان اللي جبناها من هاي الكيو ماتي حسب هذه المعادلة في الان المود ماتي منا، زائد الآر هي باقي القسمة أي مود الان، لأن المود هي عبارة عن الريميندر أو باقي القسمة. فالآر ماتي هي تساوي لي الأي مود الان. طيب نأخذ أمثلة على المود. 11 مود 7 نا باقي قسمة 11 على 7 يساوي لي 4. 9 مود 2 باقي قسمة 9 تقسيم 2 باقي القسمة هي 1. بالنسبة للأعداد السالبة فالمود يشتغل كالآتي. ناقص 4 هو عدد سالب. المود راح يرجع لي الأعداد السالبة إلى رينج الموجب، وأول أو أصغر عدد موجب نحصل عليه هو هذا المود مالتنا. يعني شلون؟ ناقص 4 ومود مالتي 8، فهنا المود راح نضيفه للعدد السالب نجمعه وياه. نقول ناقص 4 زائد 8 حيكون الناتج عندي 4، و4 مود 8
هو 4 نفسه، فإذا كان الرقم اللي أنا دار أخذ للمود أصغر من المود فالناتج هو نفس العدد، يعني 4 مود 8 4 أصغر من 8 فالناتج هو 4، 5 مود 8 5 أصغر من 8 فالناتج 5، 6 مود 7 الناتج 6، وهكذا. إذا كان الرقم اللي أنا أريد أخذ للمود أصغر من المود فالناتج مال العملية يكون نفس الرقم، لكن إذا كان العدد أكبر من المود لا نأخذ باقي القسمة. نفس الحالة للمثال الثاني اللي هو ناقص 4 ناقص 11 مود 8، هنا أنا راح أجمع 8 ويا ناقص 11 حصير ناقص 11 زائد 8 حيصير ناقص 3، بعدني بالعدد السالب. إذا الناقص 3 اللي طلعت لي همين أضيف لها 8 حصير ناقص 3 زائد 8 حساوي لي 5، والخمسة مود 8 هي 5 نفسها. هذا بالنسبة للمود. طيب هسه نجي على المود ويا العمليات الحسابية، الزائد والناقص والضرب. طبعا هذا شوكة المود هنا عندي مفيد إذا كان دا أجمع أو أطرح أو أضرب عددين كلش كبيرة. فإذا أريد أسهل عملية الحساب مالتي وأنا عندي مود، المود ممكن أوزع على العدد الأول والعدد الثاني والعدد الثالث والعدد الرابع وهكذا، وبعدين الناتج مال هذه العملية بعد التوزيع أيضا أخذ للمود حسب هاي الصيغة. فإذا قلنا عندي عددين أي زائد بي مود الان، هاي أقدر هيش أكتبها بهاي الصيغة، أي مود الان أحط المود للعدد الأول، العملية هي زائد، وبعدين بي مود الان أيضا أحط المود للعدد الثاني، والناتج كل اللي يطلع لي همنا أخذ لمود الان. ونفس الحالة بالنسبة للناقص وبالنسبة للضرب أو بالنسبة للأس، فحيكون أي ناقص بي مود الان حيكون أي مود الان ناقص بي مود الان، والناتج كليته مود ان. أي في بي مود الان حيكون أي مود ان في بي مود ان، الناتج كليته مود الان. ناخذ مثال حتى نشيك إذا كان كلامنا صحيح. 11 زائد 15 مود الان شو راح يساوي لي؟ 11 زائد 15 26 مود 8 حيساوي لي باقي قسمة 26 على 8 هو 2. طيب إذا وزعنا المود 8 على 11 وعلى 15 حيكون 11 مود 8 هو 3، 15 مود 8 هو 7، 3 زائد 7 10، الناتج أيضا نأخذ للمود مود 10 حيكون الناتج 2. لو نشيك هنا طلع لي 2 بالتوزيع، وهنا بالحل المباشر طلع لي 2، فهاي 2 يساوين 2، فإذا هذه المعادلة صحيحة. الناقص همينة كذلك، 11 ناقص 15 حيساوي لي ناقص 4، مود 8 قلنا حيطلع لي 8 4، إذا وزعنا حيصير مود 11 مود 8 ناقص 15 مود 8، الناتج كليته أيضا أخذ لمود 8 حيصير 3 ناقص 7 مود 8، وهي حتكون ناقص 4 مود 8 والناتج حيكون 4. أيضا هذه الصيغة المباشرة تساوي لي 4، والصيغة بعد التوزيع أيضا حتكون الناتج مالتها يساوي لنا 4. وقد آخر عملية ضرب، هنا 11 في 15 حيكون 165، مود 8 حيكون الناتج 5، إذا وزعت حيكون 11 مود 8 هو 3، 15 مود 8 هو 7، 3 في 7 حيكون الناتج 21، مود 8 الناتج 5. طيب في حالة الأس، إذا افترضنا مثلا أنا عندي العدد هو X مرفوع للأس 11 مود N، أوكي هذا شلون أقدر أكتبه بصيغة أسهل؟ حقول X أس 11 أفتحه بهذه الطريقة، X أس 1 زائد 2 زائد 8، معناته أنه أنا أقدر أفتح الأس أيضا عبارة عن مجموعة من الزائد، يعني هنا 1 زائد 2 زائد 8 حيساوي لي 11. طيب وهذه الصيغة أيضا شو أقدر أكتبها بصيغة الضرب؟ حيكون الأساس نفسه وكل مرة مرفوع لأس شكل، يعني أول واحد X أس 1 في X أس 2 في X أس 8،
هسه هذه اذا ردت اوجد لها الناتج حسب الرياضيات يقول عند الجمع عند الضرب تجمع الاسس اذا كانت الاساسات متشابهة. فهاي عندي عملية ضرب نقدر نجمع الاس مالتها اذا كان الاساس متشابه. يعني عندي هنا الاساس واحد هو اكس والاس انا اقدر هسه اجمعه لانهم لنفس الاساس، فحيكون الناتج اكس تساوي واحد زائد اثنين زائد ثمانية، واللي هي هاي نفسها راح تطلع لي. طيب فاذا عملية الاس اقدر انفذها باستخدام الضرب المتكرر. ففرضا اني اريد احسب اكس اس سبعة مود الان، شو راح اسوي؟ مثال اكس اس سبعة راح افتحها حسب هاي الطريقة اكس اس واحد زائد اثنين زائد اربعة، وهذا راح نقدر نكتبه ايضا بهاي الصيغة اكس اس واحد في اكس اس اثنين في اكس اس اربعة. مثال 11 اس سبعة مود 13، شلون راح نوجده حسب هذه الطريقة؟ 11 اس 7 مود 13 حكتبه على اساس انه عبارة عن 11 زائد 1 الاس 1 زائد 2 زائد 4 مود 13، وهذول راح اكتبهم على اساس الضرب المتكرر عبارة عن 11 اس 1 في 11 اس 2 في 11 اس 4 للمود 13. طيب راح اجي ادخل المود على كل واحد من ذوله حسب خاصية توزيع المود على عملية الضرب. 11 اس 1 مود 13 في 11 اس 1 2 مود 13 في 11 اس 4 مود 13. 11 اس 1 مود 13 راح يكون هو نفسه الناتج 11 اس 2 مود 13، هنا طبعا نسيت اكتب 13، حيساوي لي 121 مود 13 راح يساوي لي 4. 11 اس 4 مود 13 راح اكتبه حسب هذه الصيغة 11 أس 2 مرفوع للأس 2، ليش؟ لأنه عند الرفع تضرب الأسس. فعندنا 11 أس 2 مننا نجيبه اللي هو 4، 4 للأس 2 مود 13 حيكون 4 أس 2 هو 16 مود 13 حيساوي لنا 3. فإذا صار عندي 3 أعداد 11 والأربعة والثلاثة، فال 11 أس 7 مود 13 حكتبها على أساس هي حاصل ضرب ذول الأعداد الثلاثة بعد ما أخذت لهم المود 11 في 4 في 3، الناتج أيضا أخذ له مود 13، حاصل ضرب ذول الثلاثة حيكون 132 مود 13 هو 2. فإذا ممكن أنه أني أبسط عملية الأس بالنحو الآتي، وهذا طبعا راح استفاد من عنده إذا كان الأس عدد كلش كبير أو إذا كان الأساس أيضا عدد كلش كبير. بقت أهم عملية واللي هو أعتقد مفهوم شوية جديد عليكم، واللي هو الكونجرنت موديلا. إذا افترضنا أنه عندي عددين صحيحة اللي هي الـ A والـ B، شو كنت نقول على دول الأعداد أنه هم موديلا كونجرنت موديلا N؟ نتحقق الشرط الآتي: إذا كان الـ A مود الـ N يساوي لي الـ B مود الـ N، وهذا أنا حكتبه بهذه الصيغة A congruent B مود الـ N. فإذا تحقق هذا الشرط N يقبل القسمة على الكمية A ناقصا B، فمعناتها هذا رح أكتبه بهذه الصيغة A ناقصا B يساوي لي K في ln. اوكي، وهذا ايضا اقدر اكتبه بغير صيغة اللي هي ال A تساوي لي B زائدا ال K في ال N. فاذا جاكم انه توجدون هذه الصيغة اوكي او توجدون قيمة ال K راح تكتبون هذه الصيغة وتعوضون على اساسها. طبعا هذه هنا قيمة ال K هو اي عدد انتجار بس يكون اصغر من الـ من الان، معناتها الكي ممكن مو يكون قيمه واحده، ممكن ياخذ عدد من القيم، لكن بالحل يحتاجين احنا نحل عاده ناخذ اول عدد صحيح يحقق لي هذه المعادله او اصغر عدد صحيح يحقق لي هذه المعادله. فناخذ مثال عليها. اذا قلنا انه 23 هي congruent
الثمانية، للموت خمسة، ونريدنا نتحقق أنه هذه صحيحة، فراح نطبق هذه العلاقة. 23 اللي هي الـ A ناقص الثمانية اللي هي الـ B يساوي لنا المود ناتج الطرح مالتهم هم 15، راح يساوي لي الـ N مالتي 5 اللي هو المود. أقول الخمسة في شنو يطلع لي 15؟ الخمسة في 3 راح يطلع لي 15. إذا جينا على المعادلة الثانية اللي هي ناقص 11 كونجرنت 5 مود 8، هذه ليش صحيحة؟ لأنه ناقص 11 ناقص 5 حيساوي لي ناقص 16، والناقص 16 من مين جاية؟ حساوي لي 8 اللي هو المود ماتي في الناقص 2، لأنه ضربت 8 في ناقص 2 حيطلع لي ناقص 16. بالنسبة لآخر مثال اللي هو 81 كونجرنت الصفر للمود 27، ليش؟ لأنه 81 ناقص صفر هو 81، 81 من جاي راح يساوي لي 27 المود ماتي في 3 الكي ماتي، فالكي هنا أنا بهاي الحالة 3. وبهاي الطريقة ممكن أنهم توجدون قيمة كي وتحلون أي معادلة ممكن تجيكم ضمن هذه الصيغة. فإذا كان أي واحد هذا الطرف أو هذا الطرف مجهول، ممكن أن تطبقون هاي المعادلة أو هاي المعادلة حتى توجدون قيمة A أو B. ولهنا أنا كملت الجزء الثاني من محاضرة Public Key Cryptography. بقى عندنا محاضرة أو الجزء الثالث اللي هو راح ناخذ عليه مثال على Public Key Algorithm.